شاهدوا أكبر عقل في مصر، يعتبر إن هو من العقول الكبيرة جدا، وطبعا وزنه ضخم جدا جدا. بسم الله ما شاء الله على هذا العقل. وطبعا ده عقل صغير، يعتبر إن هو صغير البقرة زي ما شايفين. ده منظر صغير البقرة، يعتبر إن هو عقل. وهنوريكم دلوقتي إن هو أضخم عقل. بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني عقل ضخم بصراحة زي ما شايفين. يعتبر ان هو عقل كبير جدا، بسم الله ما شاء الله. يعني يعتبر ان هو من العقول الكبيرة جدا في مصر. وده منظره وشكله الجميل. طبعا لو عجبك الفيديو منساش تضغط زر اللايك وتشترك في هذه القناة وتفعل زر الجرس عشان الفيديو يوصل لغيرك. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.